ومليون ومليار. مرحبا يا هلا يا ابو علي. أيوة. يوم سمعنا هذا الصوت المبارك والان انت علي يقول بالاختيار وما شاء الله تبارك الله، ولا من غاب يجي الحمد لله. نعم. فانت غيابك يا ابو علي والله انها كالسنين. الله يرضى وانت عليك. كذلك يعني المحبين والغالين والمتابعين لهم حق عليك، وما زالوا ما شاء الله حاطين شريط حالحين واشتغل الشريط، لكن ترى ابو علي مقدم حالحين ورئيس وتصار رئيس قبل، ويعرف كل البرامج ويعرف مثلا القريب والبعيد. ما شاء الله ما شاء الله، يقول لك ولد بس الراس شايب. حفاك الله يا ابو علي وحياك الله. الله يرضى عليك. في محلك ثاني ما شاء الله. ابو علي يا اخواني الحضيض اللي يذكر بخير، الحضيض اللي يذكر بخير، وحنا من المحبين، والمحبه لغير لله تضيع، المحبه بشركم انها لله وللتقدير وللعلوم الطيبه، الله ما له شريك، لكن المحبه الاولى لله سبحانه وتعالى، والباقي توابع لتقدير الحي القيوم. هذا ابو علي ما شاء الله شقردي المجلس وخادم المجلس ومير المجلس من الشرف. الله يرضى عليك. معدل المجلس والله له جهود مميزه، هو وعياله تضيفونه على القناه الذبايح اللي مثل يقلقل ويقلط مفطح واللوم الطيبه، ويشكر والله ابو علي حاضر وغايب. الله يرضى عليك. والان عندكم قدامكم تاخذون ان شاء الله من راسه واللوم طيبه، وتسالونه وين راح وين جاء. ما ندري الناس تراهم يسيرون حالحين. نعم. يمكن فيها مسايير، مسايير غير يا اخوي. نعم. لكن مسايير خير. المسايير المباحه. اي المباح هي طبعا. اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان يا ابو علي. إيه؟ ما تجينا مع الشارع الثاني. لا خوينا صب عليه بالخير ابو راشد دائما يجيب الطاري. يقول الدركسون هوا، الدركسون هوا، ثم يقول عندي مسيار للقصيم، ثم يوقعنا في شبكات اخرى. لا قال مسيار زياره يا اخوي. اي قصده. اي نعم نعم. إيه وهذا هدفي انا. اي هذا هدفك. المعنى ببطن الشاعر. ببطن الشاعر. يرحم الله والديك ابو صالح. اسعدك الله يا ابو علي ما شاء الله. اليوم المكان ما شاء الله طيب وزاد طيبه تبارك الله. الله يرضى عليك. وقال صفين، قال مغار اثنين. مغار اثنين. الحين أنا بجيب لك القصص. اسلم. القديمة. الميكروفون. وأنت بتجيب القصص الجديدة. الجديدة والشعر اللي نستطيع عليه، ولكن الميكروفون عندك أنت. ما شاء الله. وأبد نسد إن شاء الله. لا لا أنا اثنين لكن عن 2000 ما شاء الله. ما شاء الله. أنا الرسائل هذه ما أعرفها. أنت حطيت البريز، هو البريز ولا البريز ولا الدربيز؟ لا لا سكريبت. إي حطيته بإذني مرة وقد لك خرفشة. ايه وبغيت هذا تقصد. أيه وبغيت استجفل. ايه بغيت. ايه بغيت استجفل، لكن الحمد لله ستر الله وجملتها وصرت رياضي ولابس الرياضي. ما شاء الله. مره قديم هذه قبل 8 سنين. يوم سجلت هدف يا اخوياك؟ ما ادري. ايه سجلت هدف بس. سجلت هدف اخوياك؟ لا بس اخوي. لا اللي سجل واحد غيري راعي بيشه. ايه هذا حطوه معي مساعد، ما ادري انا معه مساعد. ايه ويوم جبت الكوره بدخلها يعني تشجعت الحقيقه. لا خوي يوم انه انطلق علي انا قدام الباب. إيه؟ لا انا عارف انه خوي. إيه؟ لكن الرجال انطلق. الله يوم مرد الرجال ما يحتاج. قل ما انت معدي. الله الله. هو يمد رجله عساها ان شاء الله ما تجي النار. إيه هو يمدها لاني بالهوى فوق فوق لحو. فوق. اي بالله تخطف الارض بيدي الحمد لله. اي والله لو والله اني طيب. اي بالله وانا تشقلب اني طيب واني ما عندي خلاف واني وانا ما عندي خلاف صحيح. الحمد لله. لا رعى القناه شاهدنا. قال إيه؟ المستشفى ودرجه. قال الرجال طيب يلعب كوره ما عنده خلاف. فيا اخواني هذه الامور طيبه وتجي من غير ما من غير قصد. اكيد اكيد. والقلوب القلب ابيض والاعمال ان شاء الله بيضاء. وروح رياضيه. روح الرياضيه غير يا اخواني تراها طيبه وتنشط الانسان. نعم. وكل يوم مثلا بوجه جديد وفال جديد وبحياه سعيده. الله يسعد الجميع الحاضرين والمشاهدين. ونرجع يا ابو علي امس التاريخ 1/1/4/4/1. نعم. وش المعنى؟ المعنى يوم السبت اول محرم. الله اكبر. الامر خطير وعظيم. الله. يا اخواني لكن الله. المسلم حضيض. وش انتهت السنه ذيك؟ وش صحائفها؟ وش طويت عليه؟ وش الذي صار؟ خلاص انطوى السجل وانت بسجل جديد. لكن يقول لك ما شاء الله تبارك الله
من صام عاشورة بإذن الله يرجي المسلم الحي القيوم إن الله يكفر السنة الماضية يلحق عليها. ترى المسلم الحمد لله عنده خيرات وعنده منح من رب العالمين. أنت اليوم مثلاً بداية السنة الجديدة، اليوم الثاني يوم الأحد، أمس السبت، 1/4/4/1، متى تمر على المسلم بالتاريخ؟ الإنسان كلبه متى يمر هذا الوقت اللي مطابق؟ هذا رقم مميز يا أبو علي. أي نعم والله مميز. 1/1 يعني 1 أول يوم من شهر 1/4 محرم سنة 1444، هذه أول مرة تمر علي والحمد لله رب العالمين. أخيركم من طال عمره وحسن عمله. هلا والله يا أبو علي، الله يبقيك. اليوم استقبل مثلاً أخوانك القديمين والجديدين والجمهور كلهم، ترى يسألون عنك، والله دائما يسألون عنك. والآن نستقبل منك إن شاء الله كل علم طيب، وأنت تستاهل الطيب. أنا والله ما الطيب. أنا والله ما